لكن بالتأكيد من استاد الجيش بالسويس ملعب اللقاء زميلنا العزيز شريف عادل عنده المزيد من الأخبار والكواليس الخاصة بالفرقتين وتحديدا فريق الإسماعيلي. مساء الفل عليك يا شريف، كل سنة وانت طيب. مساء الفل عليك يا إبراهيم، وبالتأكيد كل سنة وانت طيب. يمكن كنت بتتكلم في البداية على النادي الإسماعيلي بخصوص الجهاز الفني القادم أو المدير الفني الأجنبي اللي هيتولى المسؤولية مع بداية الموسم الجديد. يمكن بالفعل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خلال الفترة الماضية في مرحلة اتصالات مع أكثر من مدرسة أوروبية وبالتحديد المدرسة الهولندية. عايز أقول لك إبراهيم إن أيضا الهولندي مارك فوتا المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي اللي كان بيتولى المسؤولية في 2006، دي كانت مرحلة كان متواجد فيها في 2006 وأيضا كان متواجد في 2010-2011، أيضا مارك فوتا الهولندي ضمن دائرة اهتمامات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عشان يكون موجود في القيادة الفنية الفريق مع الموسم الجديد. واحد من ضمن أسماء مرشحة أيضا بعض المدربين من المدرسة الفرنسية اللي أثبتت نجاحها مع النادي الإسماعيلي خلال الفترة الماضية من خلال المدير الفني الفرنسي الحالي لمنتخب أوغندا مستر سيباستيان دي صبر. أيضا في بعض الأسماء المرشحة من المدرسة الفرنسية، ولكن مستر مارك فوتا بحكم أنه اشتغل اكتر من مره مع النادي الاسماعيلي في فترات سابقه، اضافه الى انه حاليا مش مرتبط باي تعاقد رسمي مع اي نادي لانه كان بيتولى مهمه تدريب المنتخب الاولمبي المغربي، ولكن زي ما اكدت لك هو واحد من ضمن مجموعه من الاسماء. ما يخص استعدادات النادي الاسماعيلي لهذه المباراه الهامه، اهميه هذه المباراه بالنسبه للنادي الاسماعيلي انها رسميا ستبعد الاسماعيلي في حاله تحقيق نقطه واحده فقط تكفي الاسماعيلي اليوم من اجل الابتعاد رسميا عن شبح طبعا او دوامه الصراع على الهبوط. الاسماعيلي في حالة تعادله اليوم أمام الداخلية هيوصل للنقطة 39 وبالتالي يتأكد بقاؤه بشكل رسمي، خاصة أن الفرقتين آخر فرقتين في جدول الدوري وهما بتروجيت وسموحة فرقة عندها 34 وفرقة عندها 35 هيلعبوا بعض المباراة اللي جاية، ويتبقى للفرقتين مباراة أخيرة لكل فريق، فبالتالي استحالة الوصول الفرقتين للنقطة رقم 39. الإسماعيلي استعد جيدا لهذه المباراة من خلال التواجد والدخول في معسكر مغلق في محافظة السويس. يمكن الكابتن صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي كان ليه دور مهم جدا خلال الفترة الماضية، تواجد داخل النادي الإسماعيلي على مدار أسبوعين يعني تدخل في أكتر من طبعا مشكلة أو أزمة، وعلى تواصل مستمر طبعا مع رئيس النادي الإسماعيلي المهندس إبراهيم عثمان. كابتن صبري المنياوي حلقة وصل متميزة جدا بصراحة خلال الفترة الماضية وحل عدد من المشاكل والعقبات، كانت آخرها أكيد أو بالتأكيد اللاعب كريم بامبو اللي كان غايب عن المباريات لفترة، ولكن تواجد بعد كده بعد تدخل الكابتن صبري المنياوي مدير الكرة. النهاردة عايز أكد لك برضو إنه حتى الآن مستر سيدومير هو المدير الفني الحالي للنادي الإسماعيلي على الورق، ولكن طبعا العلاقة انتهت مع النادي الإسماعيلي تماما وهو مش موجود بقاله فترة طويلة، ولكن على الورق لم يعلن النادي الإسماعيلي إقالة المدير الفني ولم يعلن المدير الفني استقالته من تدريب النادي الإسماعيلي. كل واحد بيحافظ على حقوقه الشرعية، كل طرف شايف طبعا الأمور وصلت هتوصل لمراحل الشكاوي من المدير الفني وأيضا الإسماعيلي هيحافظ على حقوقه، لكن الإسماعيلي لم يعلن عن إقالته حتى الآن. ما يخص فريق الداخلية كان ليه اتصال هاتفي منذ دقائق مع الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، سألته المدير الفني السابق طبعا لفريق الداخلية اللي اعتذر بعد المباراة الأخيرة أمام الزمالك وقدم استقالته، سألته قلت له إيه شعورك وأنت بتتفرج على الداخلية النهاردة طبعا من خلال الشاشة وأنت لأول مرة شايف إن الداخلية بتلعب مباراة من حوالي 10 سنين بدون هدف، الداخلية كانت صعدت أو من 8 سنين بدون هدف كانت صعدت في موسم 2010-2011 مع الكابتن علاء. قال لي بصراحة أنا بشعر بمرارة كبيرة جدا عن طبعا الوضع الحالي للفريق الداخلية وهبوطه لدوري القسم الثاني، لكن النهارده متواجد الكابتن ضياء عبد الصمد كمدير فني لفريق الداخليه كان تولى المسؤوليه في 10 مباريات في الموسم الماضي، النهارده المباراه رقم 11 ليه مع فريق الداخليه هو اللي هيقود الفريق من النواحي الفنيه النهارده. دي كانت ابرز كواليسنا من هنا من استاد الجيش بالسويس، والان عوده من جديد واستاد مصر. كل الشكر للزميل العزيز شريف عادل، اتعرفنا منه على اهم الاخبار واخر الكواليس الخاصه بفريقي الاسماعيلي والداخليه.